مثل ما وعدتكم على المقدمة أصدقائي، يسعد لي مساكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. معاكم أمسيف ورجعت لكم بفيديو جديد. قبل ما نبلش الفيديو حابة أشكركم كتير كتير على التعليقات الحلوة وكمان على تفاعلكم بالقناة. قربنا نوصل ل 2 مليون وأنا كتير كتير مبسوطة بهذا الشيء. وكمان أصدقائي، في كتير ناس سألوني بالتعليقات سواء على إنستغرام أو على يوتيوب شو نوع موبايلك اللي بتلعب فيه ببجي. أنا بلعب بموبايل آيفون 8 بلس، كتير كتير ممتاز بلعب الببجي وما بيعلق وما بيقطش أبدا. وكمان أصدقائي، على حسب طلبكم حابة أفتح باكيجات، طلبتوا مني إني أفتح باكيجات، بس رح يكون تفتيح الباكيجات على حسب مواليدك، من مواليد 1990 وأنتوا طالعين. خلونا نبلش الفيديو. خلونا يا جماعة هلا نفتح صناديق كلاسيكية. أنا كتير 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 حابة يطلع لي هذا اللبس. دقيقة، هاد الكريستالي كتير حاببته، وهذا كمان كتير حلو إذا بطلع لي، كمان كتير حلو، وهذا حلو، يعني عن جد كلهم حلوين. وكتير حابة يطلع لي الإنفور التلجي مشان أقعد أطور فيه، عن جد كتير حلو. فإن شاء الله يكون من حظي، ما بعرف إذا من حظي أو لا، الله أعلم. خلونا هلا نبلش من مواليد 90. مواليد 90، يا حرام مالكم حظ. خلونا نشوف مواليد حظ 91، يا حرام. هلا مواليد 92 كمان مساكين، مواليد 93 كمان يا حرام، هلا مواليد ال 94. مواليد ال 94 حظك حلو كثير، بس للاسف عندي. خلونا نروح على مواليد ال 95. كمان عندي مواليد ال 95 هو مواليدي. خلونا نروح على مواليد اللي بعده، مواليد 96. أربعة وتسعين، خمسة وتسعين، ومواليد 96 حظكم كتير حلو، كلهم بدلات وكتير أسطوريات، يعني كتير حلوين. وعندي ياهم الثلاثة. خليني أروح على مواليد 97. يا حرام، ما حلو حظك أبدا يا مواليد 97. خلينا نروح على مواليد 98. واو، لحد الآن مواليد ال 98 أحسن مواليد لحد الآن طلع. واو، هذا القناع أسطوري. يلا خلونا نروح هلا مواليد ال 99، هو مواليد نانو. واو، حظ نانو حلو كثير. هذا أنا ما عندي إياه، هذا السيارة، لون السيارة أنا ما عندي إياها، وكتير حلوة. هلا مواليد 2000، حلو حظك يا مواليد الألفين، ما عندي إياها. خلونا هلا بمواليد 2001. حظك سيء. خلينا نروح مواليد 2002. أنا بلشت أيأس عن جد. خلونا نروح نشوف مواليد 2003، بلكي حظه أحسن من كلياتهم. الخوذة، وهي كمان اليو ام بي، انا ما عندي هذا اللون، عندي الزهر بس ما عندي هذا اللون. كثير حلو مواليد 2003، عن جد حظكم كمان حلو بجنن. خلونا هلا نروح على مواليد 2004. مواليدكم كثير 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 حلو، كثير كثير، بس لو طالع غير هي البدله لانه عندي اياها، وطلع لي قبل هالمره كمان اثنين. خلينا نروح هلا على مواليد 2005. 2005 حظك مو حلو بنوب. خلونا نروح على مواليد 2006. وبعدين مع هالحظ، طب خلونا نشوف مواليد 2007. ييييي علينا. طب خلونا نشوف 2008. بظن 2008 هون بكفي، لانه ليش؟ ما اظن الولد الصغير اللي عمره 10 سنين بيلعب ببجي. هلا خلونا نفتح 10 صناديق 10 صناديق، لانه ما اخذت شيء اللي انا بدي اياه، ام فور او لبس اسطوري او هيك. خلونا نفتح 10 صناديق 10 صناديق. رح لبسها لبس بوت، لانه بيقولوا بيجي شغلات احسن، وما بعرف، مثل ما بيقولوا رح اجرب، بلكي بيطلع حظ حلو. نفس القناع. انا انصدمت لما سمعت هذا الصوت، انصدمت، فكرت شي حلو او الام 4. روح
كلهم عندي منهم. اول 10 سنه دي الحظ صفر، خلينا نروح 10 سنه الثانيه. فرحنا عليك، بس ثاني مرة وثالث مرة ابدا ما فرحت. لا ياهي كمان حسيت، انا ما حسيت شحنت على الفاضي، ما طلع لي شيء ولا هلا ما طلع لي ولا شيء ابدا. خلينا نروح 10 سنين ثانيين اتحمس. انا ما بطلع يلا يطلع اللمس عشان يصيروا طقم. عن جد حلو كتير كتير. قناع لص الكريستال. حسنا هذول فجأة انفتح وهيك انصدمت. هلا القناع حلو واللبس الثاني عندي منه صار طلع لي مرتين، وهذا البرنوس تبع الحمام عنديها كمان وطلع لي مرتين. خلينا نروح اللي بعده، خلينا نفتح عشرة تانية. انا مالي حظ اليوم ابدا ابدا ابدا، مالي حظ. طلعنا تقريبا 4 صناديق مجانا، خلونا نفتح الاربع صناديق ان شاء الله يطلع فيهم شيء حلو، لان الصناديق المجانيه اغلب بيجوا احسن بكتير من الشحن. شكله هذول الأربع صناديق راح يطلعوا فيهم كلهم خفافات. أوه مجموعة المبارز ما عندي إياها. حلوة. هلا بي عني 1300 شدة، إن شاء الله يطلع فيهم شيء حلو. خلونا نفتح اخر 10 ان شاء الله يطلع شيء حلو. عن جد مصدومه ومحبطه بنفس الوقت، ما طلع شيء حلو ابدا. كل اللبس اللي طلع لي عندي منه والقناع طلع 3 مرات، فعن جد مصدومة كتير. هلا المسدس ما عندي او هاد اللبس ما عندي، بس كنت حابة يطلع كتير اللبس الكريستالي، او كنت حابة كتير كتير يطلع انه الانفور الثلجي، بس مع الاسف هذا حظي. شو بدي اعمل؟ نقدر نشتري لسا صندوقين. طلعنا كمان صندوقين مجانين كمان رح نفتحهم. عن جد انا كتير 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 محبطة وما بعرف كيف بدي انهي الفيديو، بعتبر حالي اني انا صاحبة اسوأ حظ مع الاسف. حشت رقصي شمتانة فيني ما طلع لي شيء. وعن جد اصدقائي ما بعرف كيف بدي انهي الفيديو. سلام. الحسيب البوشنكي نحرقهم ترابا نار، والعلقوني بالببجي للنهار بوشنكي، والعلقوني بالببجي للنهار بوشنكي. يلا ايدينا فوق ايدينا فوق ايدينا فوق ايدينا فوق.